السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي مثواكم، اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 27 من شهر ربيع الثاني لسنة 45 و400 ألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 11 من الشهر 11 لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، مع المجلس الثامن من تفسير سورة التوبة. نسأل الله تبارك لنا ولكم التوفيق، ومع الجزء العاشر من كتاب الله تبارك وتعالى والآية 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في هذه الآيات يوجه الله تبارك وتعالى فيها عتابا للمؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقلنا دائما إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا أرفعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهنا الله تبارك يعاتب المؤمنين: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي لماذا تفعلون ذلك؟ لماذا تتثاقلون إذا دعيتم إلى النفرة في سبيل الله تبارك وتعالى؟ والنفرة هي التحرك بسرعة لأمر يحدث، النفرة هي التحرك بسرعة لأمر يحدث. قال الله تبارك وتعالى: ما لكم، عتاب من الله، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي امتنعتم عن الإجابة، تثاقلتم عن الإجابة. وهذا كان في تبوك في السنة 9 من الهجرة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بعد معركة مؤتة أعدت الروم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم العدة وتجهزوا لذلك، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعون، فأمر الصحابة أن يستعدوا لقتالهم، وكان ذلك في رمضان من السنة 9 من الهجرة، وأعلن النفير العام ولم يأذن لأحد بالبقاء في المدينة إلا من كان معذورا. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول للذين
تباطؤوا في الخروج أو امتنعوا من الخروج وهم قلة جدا الذين لم يخرجوا وهم 10 من المؤمنين، وهؤلاء 10 هم الذين يعني استزلهم الشيطان ووقعت منهم الخطيئة ثم تابوا إلى الله جميعا، وأما الباقي فهم من المنافقين ما عدا من أمرهم النبي بالبقاء كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومحمد بن مسلمة، أما وغيرهم المعذورون كالكبير والأعمى والمريض والفقير، هؤلاء الذين عجزوا عن الخروج. أما بقية المسلمين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى قتال الرومي في تبوك. يقول الله تبارك وتعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أي هل أغرتكم الحياة الدنيا؟ هل استبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أرضيتم بهذه الحياة الدنيا؟ وهذه الحياة الدنيا من اسمها دنيا، قال بعضهم دنيا من الدناءة، وقال بعضهم دنيا من النزول، فكيف تقدمون الدنيا على الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فعلا قليل، لأنه أولا منغص، كل نعيم في هذه الدنيا في النهاية منغص، إما أن يفارقك وإما أن تفارقه، هذا إذا لم يكن مع وجوده كدر وهم وحزن، أما متاع الآخرة فدائم سرمدي وليس معه كدر ولا ضيق ولا حزن، بل هي سعادة تامة إلى أبد الآبدين. فالذي يقدم متاع الدنيا الزائل المنغص على متاع الدنيا الدائم غير المنقص لا شك أنه في عقله لوث، لا شك في هذا، فالله يعاتب من فعل ذلك سبحانه وتعالى. وسبب عدم النفرة من البعض قال أهل العلم يرجع إلى 4 أمور: الأمر الأول شدة الحر، كان ذلك في رمضان وكان الحر شديدا. الأمر الثاني الخوف من عسكر الروم، يعني في العادة المسلمون يقاتلون قبائل عربية مثلهم، لكن لما نتكلم عن فارس والروم في ذلك الوقت هذا شيء عظيم جدا، فخافوا من عسكر الروم، وقع الخوف في قلوب بعضهم من عسكر الروم. الأمر الثالث قالوا إنهم يعني في ذلك الوقت الآن بدأت الثمار تنضج في المدينة، الآن وقت قطف الثمار، وقت الراحة في الليل وكذا مع حرارة الشمس وغير ذلك. الأمر الرابع بعد المسافة، مسافة طويلة إلى تبوك، فهذه الأمور هي التي جعلت المسلمين أو بعض المسلمين يتثاقلون عن الخروج. والله تبارك وتعالى عندما يعاتب هنا لا يعني أن الجميع وقع منه ذلك، بل قليل جدا الذين وقع منهم ذلك، وإنما ذكر الكل وأراد البعض، ذكر الكل وأراد البعض سبحانه وتعالى. ثم قال: إلا تنفروا، يعني إن لم تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعني إذا لم تستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وهو النفرة في سبيل الله يعذبكم عذابا أليما سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن عدم الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، لأنه رتب عليه العذاب الأليم الموجع، قال يعذبكم عذابا أليما لما في ذلك من إضعاف غيره من المسلمين، لأن كلما قل العدد كلما يعني شعروا بالنقص، وكلما زاد العدد شجع بعضهم بعضا. يقول أنت عندما لا تنفر قد يعني يقلدك أو يتبعك أو يسير على طريقتك آخرون، فأنت مخذل الآن للمؤمنين،
فأمر الله تبارك وتعالى الجميع ممن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وبعد ويستبدل قوما غيركم، يستبدلكم بغيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والله لا يحتاج إلى هذا كله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. أهلك قوم لوط، أهلك قوم شعيب، أهلك قوم صالح، أهلك قوم هود، أهلك فرعون وغيرهم من الكفار، أهلكهم بكلمة كن فيكون، انتهى الأمر. ولم يرسل جنودا ولا جيشا ولا أبدا. فالله لا يحتاج إلى، ولكن الله يريد أن يرفع درجات المؤمنين، أن يقاتلوهم، أن يباشروهم إخراج العدو ونصرة دين الله تبارك وتعالى، ويرفع بذلك درجاتهم سبحانه وتعالى، ويعطيهم الخير الكثير من فضله جل وعلا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فالله تبارك وتعالى إذن يريد أن يكرم المؤمنين سبحانه وتعالى، ولكن ببعض ما كلفهم به جل وعلا، أن ينفروا في سبيل الله وأن يقاتلوا في سبيله جل في علاه. قال: وإن تتول ويستبدل قوما غيركم، ثم قال: ولا تضره شيئا، لا تضره شيئا سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا غير محتاج لنا، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يعني الله تبارك وتعالى لا يبلغه ضر الإنسان أبدا، وإنما الضرر يعود على الإنسان نفسه، والله غني جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى: والله على كل شيء قدير، يعني إذا أراد شيئا أمضاه، إنما قوله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى الأمر بالنسبة لله جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصر الله. صار الآن يذكرهم بشيء مضى عليه 9 سنوات تقريبا، وهو أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة رفقة أبي بكر. كان يقول: هل تذكرون يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الكفار قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يذكرهم الله: تذكرون ذلك اليوم؟ تذكرون لما جلس في الغار صلى الله عليه وسلم في غار ثور على طريق المدينة أو على طريق اليمن، غار ثور قريب من مكة؟ تذكرون لما جاء الكفار وقفوا على باب الغار؟ تذكرون كيف صرف الله تبارك وتعالى الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه إلا أبو بكر الصديق؟ تذكرون ذلك اليوم كيف نصره الله تبارك وتعالى؟ الذي نصره في ذلك اليوم ليس بعاجل ينصره اليوم، وإنما هو تذكير من الله تبارك وتعالى لهم، يقول: تذكروا أنكم إذا لم تنصروه نصره الله. الله ناصر دينه سبحانه وتعالى، بكم بغيركم دين الله قائم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن أراد الله أن يكرمكم جعلكم أنتم السبب، وإن لم يرد ذلك جاء بقوم آخرين غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
الأمر سهل عند الله تبارك وتعالى جل في علاه. وقد جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، قالوا: من هم يا رسول الله؟ فأشار إلى سلمان الفارسي قال: هذا وقومه. لكن الحديث ذكره الترمذي وضعفه، والحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشوكاني وغيره من أهل العلم يعني لم يأتي دليل على تخصيص هؤلاء القوم، هل هم أهل اليمن، هل هم أهل فارس أو غيرهم، قال قوما، وهي نكرة فتشمل كل قوم، كل واحد وارد أن الله تعالى يجعل قومه كذلك، فهو لم يثبت في هذا شيء. وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس، يعني أن أهل فارس يعني أيضا فيهم من الإيمان والتقوى ما ينالون فيه الإيمان ولو كان في الثريا، والعرب من باب أولى أقرب منهم، ولذلك هم أفضل من غيرهم المهاجرون ثم الأنصار ثم بعد ذلك يأتي غيرهم. وسلمان من المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن غيره من التابعين أو أتباع التابعين أو من يأتي بعدهم لا يصل إلى درجة الصحابة أي حال من الأحوال. لكن على كل حال أن هؤلاء القوم الذين يستبدلهم الله تبارك وتعالى لم يثبت في تحديدهم شيء، الله أعلم من يكونون، لكن هو الكلام على سبيل التهديد والوعيد. قد يكون أيضا منهم من العرب أبناؤهم أحفادهم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه، يعني إن لم تنصروه فقد نصره الله في ذلك اليوم. متى؟ قال: إذ أخرجه الذين كفروا، وهم قريش، وأخرجوه أي خوفوه بالقتل، فخرج مهاجرا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك أخرجوني منك، يخاطب مكة، والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهم أخرجوه لأنهم عزموا على قتله صلى الله عليه وسلم، فجاء الأمر من الله جل وعلا أن هاجر. ولذا هاجر أصحابه جلهم قبله صلى الله عليه وسلم، وتأخرت هجرته حتى جاءه الإذن من الله جل وعلا. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، ثاني اثنين هو صاحبه، وصاحبه هنا هو أبو بكر بالإجماع. إذ هما في الغار، قلنا هو غار ثور في الطريق قريب من مكة. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن، إن الله معنا. وذلك أن الكفار جاءوا عند فم الغار، عند باب الغار، مدخل الغار، وقفوا، والغار نازل الباب، وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في داخل الغار، فوقف الكفار عند باب الغار يتحدثون، فأبو بكر يهمس للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، يعني ما يحتاج بس ينزل يشوفنا أبدا. وقال هذا خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون قتله، بل جعلوا 100 من الإبل لمن قتل النبي أو جاء به صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وكل سكينة وكل اطمئنان يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك في اثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك في اثنين الله ثالثهما؟ وإذا قال الله تبارك وتعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وهذه المعية معية النصرة والمحبة والتأييد من الله تبارك وتعالى، ليست معية علمية كما قال الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. لا، هذه معية علمية
يعني يعلم أحوالهم. هنا لا، هنا معية فيها نصرة، فيها تأييد، فيها محبة، كما يقول الله تبارك وتعالى: إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين، يريد أنه يحبهم وينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى. لكن كونها تأتي هذه المعية لشخص بعينه ذكرها الله مرتين في كتابه جل وعلا. المرة الأولى ذكرها لهارون وموسى عليهم السلام لما قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، أي معكما نصرة ومحبة وتأييد سبحانه وتعالى، معية خاصة بأشخاص معينين. ولذا موسى ماذا قال عندما فر مع قومه ووصل إلى البحر وقالوا إنا لمدركون؟ ماذا قال موسى؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، أي معي ربي سينصرني، سيحفظني، سيظهر أمري. ولم تذكر لغير الأنبياء إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبداً ما ذكرت لبشر غير نبي إلا لأبي بكر الصديق هنا، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، أي أنا وأنت. طيب والكفار الذين على باب الغار؟ الله معهم علماً لكن ليس معهم تأييداً، وإنما مع أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم تأييداً ومحبة ونصرة سبحانه وتعالى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه له ثنائية مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال أهل العلم: التثنية لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة هنا، وإنما في أمور كثيرة جدا، منها أولا في الهجرة. كان أبو بكر يستأذن النبي في الهجرة صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: ليس بعد، ليس بعد، حتى أذن له. فقال لأبي بكر: إنه قد أذن لي بالهجرة. قال: الصحبة؟ قال: نعم، الصحبة. فاختار النبي أبا بكر من دون الناس كلهم ليهاجر معه، هذه واحدة. ثم كذلك هو ثاني اثنين في الإسلام، فهو أول رجل أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثاني اثنين في الإيمان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، ورؤيا الأنبياء حق، رؤية منام. قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوضعت أنا في كفة والأمة في كفة فوزنتهم، يعني ثقلت أنا بهم، ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فوزنهم، فهو أشد الناس إيمانا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في المحبة، محبة النبي له صلى الله عليه وسلم، ولذا لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. وأحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو ثاني اثنين في الأخلاق، أخلاقه قريبة جدا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يصل إلى النبي أحد صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر قريب من النبي، أقرب إنسان من النبي في الأخلاق أبو بكر الصديق. وكلنا يذكر خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لها: زملوني زملوني، فماذا قالت له خديجة؟ قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج أبو بكر مهاجرا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لقيه شخص يقال له ابن الدغنة، وهو أمير بلد على طريق الطائف. فابن الدغنة لقي أبو بكر الصديق، قال: ما لك؟ قال: أسيح في الأرض أعبد الله. قال: سبحان الله، مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الصفات التي ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن الدغنة في أبي بكر الصديق.
ثم هو ثاني اثنين في الصلاة. ما كان النبي يقبل أن يصلي أحد من الناس غير أبي بكر الصديق، خاصة في مرض موته، فكان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام يقرأ لا يسمع الناس من بكائه، أسيف يعني حزين، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يأبى الله والنبيون إلا أبا بكر. وثاني اثنين في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لعائشة: ايتيني بكتاب فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهو ثاني اثنين في المشورة، كان النبي يقدم مشورته على غيره، ما يستشير أحد قبل أن يستشير أبا بكر الصديق دائما أبدا، يستشير أبا بكر كما في أسرى بدر استشار أبا بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم. والكفار يعلمون مكانة أبي بكر الصديق، ولذا في أحد لما توقف القتال صاح أبو سفيان: أفيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبه. ثم قال: أفيكم أبو بكر؟ ثم قال: أفيكم عمر؟ فيعرف مكانة هذين الرجلين. وكذلك ثاني اثنين في الفتوى، ما كان أحد من الصحابة يجرؤ أن يفتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر الصديق، كما في حادثة حنين لما أخذت يعني الأموال اللي هي الغنيمة من أبي قتادة رضي الله عنه، فقال رجل: يا رسول الله هبها لي. فقام أبو بكر وقال: لا الله، لا يؤتى إلى أسد من أسد الله فتؤخذ أو يؤخذ سلبه، أعطه إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. ثاني اثنين في العلم، فهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته تقريبا بخمسة أيام، قام في الصحابة فقال: إن رجلا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وهو يبكي. يقول أبو سعيد الخدري: فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر. يقول: فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، أعلم الصحابة، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تأيمت حفصة بنت عمر لما مات زوجها عرضها على أبي بكر الصديق، قال: تتزوج حفصة؟ فسكت أبو بكر. فعرض على عثمان، قال: تتزوج حفصة؟ فقال عثمان: أمهلني الليلة أنظر في أمري. ثم جاءه عثمان واعتذر، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وصارت أما من أمهات المؤمنين. فجاء أبو بكر إلى عمر قال: أحزنت لما لم أجبك إلى حفصة؟ قال: نعم. قال: أما إنه ما منعني إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. فالنبي كان يسر له بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. هو ثاني اثنين في اختلاف الصحابة كان يحسمه أبو بكر، حتى قال ابن تيمية: لا يعلم لأبي بكر فتوى واحدة خالف فيها الصواب، لا يعلم لأبي بكر فتوى واحدة لا يعلم له أنه أخطأ فيها أو خالف الكتاب أو السنة أبدا. ولما اختلف الصحابة في قتال المرتدين وقف أبو بكر وحده وأمر بقتالهم، ولما اختلوا في قتال مانعي الزكاة قام أبو بكر وحده وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. حتى قال عمر: فوالله إني رأيت أن شرح الله صدر أبي بكر للأمر حتى علمت أنه الحق. ولما اختلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو بكر أن النبي يدفنون حيث يموتون. ولما اختلفوا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. وغير ذلك كثير، ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة جدا تدل على مكانة هذا الرجل، أنه ثاني اثنين في أمور كثيرة، وليست القضية قضية هجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الهجرة مع النبي من أعظم فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وهنا البعض يجعل لا تحزن يجعلها مذمة،
لأبي بكر الصديق، يقول حزن أبو بكر الصديق، فهذا دليل على ضعف إيمانه، وهذا كلام باطل. هو حزن لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل من نهاه الله عن شيء يكون قد وقع فيه وأنه مذمة له. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فهل يعني هذا أن النبي كان يطيع الكافرين والمنافقين؟ هذا من الزور والبهتان، وإنما يقول هذا مبغض أبي بكر من الرافضة وغيرهم الذين يبغضون هذا الرجل المبارك فيكذبون عليه ويدلسون في مثل هذه الأمور. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي أنا وأنت. قال جاءت النتيجة، فأنزل الله سكينته عليه، عليه جماهير المفسرين، فأنزل الله سكينته عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المفسرين فأنزل الله سكينته عليه على أبي بكر لأنه هو الذي أصابه الحزن، بين النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكنا صلى الله عليه وسلم كانت عليه السكينة، ولذلك هو الذي هدأ من روع أبي بكر وقال له لا تحزن إن الله معنا. فالذي يحتاج إلى السكينة وإلى الاطمئنان على النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. قال فأنزل سكينته عليه أي على أبي بكر الصديق. وعلى كل حال ولا شك أن السكينة نزلت عليهما واطمأن ورجع الكفار خالي الوفاض. قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. طبعا الآن يخاطب المؤمنين يقول أيدهم بجنود، من هؤلاء الجنود؟ الذي عليه جماهير المفسرين أن هؤلاء الجنود هم الملائكة، لكن كيف أيده الله الملائكة؟ قاتلوا معه، ما صار قتال هناك، وإنما الملائكة قالوا هم صرفوا وجوه الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الملائكة هم الذين طمأنوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الملائكة هم الذين قالوا النبي إنه سينجو وأنه سينشر دين الله وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. وقيل إن هذه الجنود هي الحمامة والعنكبوت، فجاء العنكبوت فوضع عشه خيوطه على الباب باب الغار، وجاءت الحمامة فباضت هناك. ورد فيها حديث ولكنه ضعيف لا يثبت، والذي عليه جماهير المفسرين أن المقصود هم الملائكة، أيده بجنود لم تروها، هم الملائكة عليهم السلام. ثم قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الذين كفروا هي الشرك بالله تبارك وتعالى، لا شريك لك إلا شريك هو لك من الأصنام وغيرهم، وكلمة الله هي العليا أي لا إله إلا الله، وفيها قراءتان، وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا. إذا قلنا وكلمة الله هي العليا ابتداء جملة مستأنفة، وإذا قلنا وكلمة الله أي جعل كلمة الله هي العليا فتكون مفعولا به. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عزيز لا يبلغه أذى ولا يضره أحد ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى، هذا هو العزيز، هذا هو العزيز، لا يستطيع أحد أن ينال من جنابه شيئا لعزته سبحانه وتعالى. حكيم أي في أقواله وأفعاله وأحكامه جل وعلا، حكيم يضع الشيء في موضعه الصحيح. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عمران بيت المقدس من خراب يثرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. لا يصح هذا الحديث، لا يصح هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، هل أهل الفضل والعلم قليل في كل زمان؟ نعم نعم، هذا الحديث صحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن الناس كالإبل، كمئة من الإبل لا تجد فيها راحلة، يعني اللي هي البعير الذي يقود، وكذلك البشر. فالقصد هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك يدل على يعني كما قال الله تبارك وقليل من عبادي الشكور.
وقليل ما هم. فهذا ثابت والله المستعان. يوجد إهمال من أصحاب البيوت من لديه عامل أو ساق لا ينصحه بالصلاة ولا صلاة الجمعة. نعم، يعني هؤلاء الخدم من الرجال والنساء علينا أن نتقي الله فيهم، سواء كانوا غير مسلمين بدعوتهم إلى الإسلام وتبصيرهم به والدعاء لهم أن الله يهديهم، وإن كانوا مسلمين تذكيرهم بالصلاة وحثهم عليها وإعطاهم الفرصة ليؤدوا هذه الصلاة والله المستعان. نعم. إيه، يقول إذا قال لي شخص لا أعرفه مثل هذا السؤال الحين، أنا اغتبتك فسامحني مثلا، هل تقع المسامحة إذا قلت سامحته؟ نعم، إذا قلت سامحته وهو السائل والله يدري من هو، طيب، وأنت قصدت أن تسامح الذي سألك، تقع المسامحة إن شاء الله تعالى. أي، يقول عبد الرحمن بن جرموز قاتل الزبير لماذا بشر بالنار مع أنه كان يقاتل مع علي؟ هو ليس بالضرورة أن كل من قاتل مع علي أو قاتل مع معاوية أو قاتل مع الزبير أن يكون صالحا، هذا كل يبعث على نية. هناك من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، وقال إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ما له شغل، يعني كون قاتل كل مسؤول عن عمله. وهذا الرجل جاء فرحا بقتله للزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، رجل مبشر بالجنة هذا فرح بقتله، فقال له علي لا تفرح فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل بن صفية بالنار. فكونه قاتل مع علي، هو لو قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يشفع له، فكيف إذا قاتل مع علي رضي الله عنه؟ لا، ما له شغل. لا، أصبر شوية، سؤالين قلنا، تصبر شوية. يقول قال عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، هل هذا الأثر صحيح؟ وإن كان كذلك ما تقول في التوجيه به؟ نعم صحيح، مشهور جدا عن ابن مسعود رضي الله عنه ويتناقله أهل العلم، لكن لا أذكر أني نظرت في سنده، لكن يذكره أهل العلم ذكر المسلمات، وهو صحيح المعنى. يقول تبي تقتدي اقتدي بمن مات، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأنتم تشوفون يعني أحيانا بعض الناس يشوفوا ما شاء الله تقي ورع كذا ثم ينحرف، وتشوفون رجلا منحرفا كذا ثم يأتي عليه يوم ثم ينصلح حاله. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، فلذلك الإنسان إذا أراد أن يقتدي يقتدي بمن مات، لأن الذي مات انتهى أمره خلاص، وقد عرفت خلنا نقول خاتمته نوعا ما وانتهى أمره. أما الحي فيمكن أنت الآن تقتدي به ثم ينحرف وتنحرف معه، خاصة إذا أحببته. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه ولا أظنه يصح عنه، لكن البعض يرويه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا لا يثبت إلى النبي، والأظهر والله العالم أنه من قول علي رضي الله عنه، يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني الأمور قابلة للتغير، لا تتعصب لأحد، لا تتعصب، اليوم أنت تحبه غدا تصير مشكلة بينك وبينه، ما الحين أزواج يتزوجها اليوم أكثر اثنين يحبون بعض، غدا يحدث طلاق تدعو عليه ويدعو عليها، وما تخليه يشوف عيالها ولا هو يخليها تشوف عياله، وهكذا مصيبة. فلذلك الإنسان دائما يقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهذا كلام سليم من ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول قال ابن مسعود أيضا كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر ومثله لا مثيل له، حتى قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين التمست الدنيا بعمل الآخرة، ما معنى هذا الأثر؟ معنى هذا الأثر انحراف الناس يأكلون الدين بالدنيا، أو يأكلون الدنيا بالدين، عفوا يأكلون الدنيا بالدين،
يعني يستخدم الدين ليأكل ليأخذ من الدنيا والعياذ بالله، ويقل العلماء ويكثر القراء، يعني يكثر القراء لكن ما في يعبدون علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم وقراءته بقراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه الأشياء هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي حذر منها ابن مسعود رضي الله عنه. وين المساء؟ نعم واضح. يقول أنا أخذ بدل مقابل العمل 24 ساعة، بس ما عندنا مكان ننام فيه، فهل يجوز أن ندام نص يوم لأن المسؤول راضي؟ وأنت مدام 24 ساعة مو من ضمن هالنوم، مقصود تداوم 24 ساعة يعني قاعد ما تنام، فكيف تحسب النوم يعني عذر لك؟ لا، لا يجوز لك ذلك. أن تأخذ مقابل جلوسك 24 ساعة هذا البدل، ما يجوز أنك ولا المسؤول يملك أنه يقول لك اقعد 12 ساعة وانت تأخذ بدل 24 ساعة، لا ما يجوز هذا أبدا. اللي خذيته مضى الحين لا تأخذ الحين. نعم إن شاء الله إن شاء الله. يسأل يقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المرء على ما مات عليه، هل إذا مات على طاعة يبعث؟ نعم، إذا وذاك لما مات المحرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فالذي يموت على الطاعة يبعث على الطاعة، والذي يموت على المعصية يبعث على المعصية، عاذنا الله وإياكم من المعاصي. طيب، ما الكتب المناسبة لشخص يريد علم الحديث يتعلم علم الحديث؟ يعني أنا أتصور يعني علم الحديث الأصل أن الإنسان يبدأ فيه بحضور الدورات العلمية عند بعض المشايخ وطلبة العلم الذين يدرسون مادة علم الحديث، خاصة المصطلح والتخريج وغيره، فإنهم يدرس على شيخ، والحمد لله الدورات كثيرة جدا. وإن لم يتمكن أو لم يجد دورة في علم المصطلح وعلم الحديث، هناك الحمد لله عن طريق اليوتيوب موجودة دورات كثيرة جدا، ابحث لك عن أحد العلماء أو المشايخ أو طلبة العلم الذين يدرسون المصطلح فتدخل معهم هذه الدورة، أو تكون دورة قديمة تسمعها وكتابك معك كأنك تحضر الآن. هل يعتبر تقديم هدية لشخص قدم لي خدمة معينة بعد إتمام هذه الخدمة رشوة، مع العلم هو لا يطلب شيء ولم نكن متفقين على شيء؟ والله إذا كانت هذه الخدمة التي قدمها لك من صميم عمله أنا ما أنصح أنك تعطيه هذه الهدية، لأن بعد ذلك لو احتجت في أمر آخر سيساعدك أنك أعطيته هدية، طالما أن هذا عمله فما يحتاج إلى هدية أبدا. لا تفتح على الناس باب شر، بعد ذلك ما يساعد غيرك لما يعطيه هدية. وذلك أذكر طرفة يقول لي أحدهم، يقول رحت مغسلة سيارات في يلا نقول مشكلة في الزلفي في السعودية، فدخلت السيارة والعامل اللي في سيارة اللي في المغسلة يأشر لي لا يعني لا تدخل، ممنوع من الدخول. فقلت دخلت أنا ما رديت عليه، قلت فيك؟ قال ما في غسيل. ليش ما في غسيل؟ سيارة قاعد يغسلون سيارات، ليش ما في غسيل؟ ولا يجيني صاحب المحطة. نعم، قلت له أنت إيش تبي؟ قال أنا صاحب المحطة. قلت زين بغسل سيارة. قال لا اسمح لي ما نغسل سيارة. قال يا سيارة كويتية ما نغسلها. حسن ما شر. قال خربتوا علينا عمالنا، حنا نعطيهم معاشات ويغسلون سيارة، أنتوا تعطونهم زيادة زين، خربتوهم علينا، قاموا ما يغسل السيارة صح إلا لما يعطونا شيء، إذا ما يعطي شيء ما يغسلها صح، أنتوا الكويتية خرجاء نطلع برا. لا تغسل سيارتك عندنا، أفسدتم علينا عمالنا. فأحيانا هذه الأمور قد تفسد على الإنسان. تأيدونه والشيء ما تأيدونه؟ يلا خلنا نشوف اللي أيد اللي طرده يقول ما في كويتين يغسل سيارات يرفع إيده. والله زين ولا واحد. طيب اللي ما يأيد يرفع إيده، هم ولا واحد فيكم. امتناع التصويت. على كل حال المهم أنه أنا لا أنصح أبدا بإعطاء هدية لمن قام بعمل واجب عليه، لا أنصح بإعطائه هدية حتى لا تفسده في عمله بعد ذلك، ما يعطي أحدا إلا إذا أعطاه هدية والله المستعان. الله العالم. نعم، يقول الماء البارد اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وكذلك النبي
أمر بهذا؟ نعم، الظاهر نعم، إن الماء البارد له أثر والله العلم عند الله جل وعلا. سم. إيه مشكلة هذه. يقول دخلت المسجد لم أصلي المغرب وأقيمت العشاء، أنا أفضل أن تصلي وحدك المغرب ثم تدخل معهم في صلاة العشاء، صلي المغرب خفيفة ثم تدخل معهم في صلاة العشاء. لا أصبر شيء حين دور الأوراق. يقول قول الله تبارك وتعالى مشاء بنميم ولا تطع كل حلاف أثيم مناع للخير معتد ذنيم في سورة القلم، هل يقصد به الوليد بن المغيرة؟ هذا هو المشهور، المشهور أنه نزل في الوليد بن المغيرة والعلم عند الله تبارك وتعالى. إذا دخل الرجل المسجد قبل أذان المغرب ولم يصلي تحية المسجد هل يصليها إذا دخل وقت المغرب أي يؤخر تحية المسجد حتى الأذان؟ نعم أفضل، أفضل خاصة إذا دخل قبيل الأذان، يعني باقي على الأذان دقيقة دقيقتان مثلا، الشوكاني رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يجلس ولا يصلي، لأن هذا الوقت عباد الشمس يسجدون لها، فحتى لا يتشبه بهم فإنه ينتظر حتى تغرب الشمس وبعد ذلك يصلي ركعتي تحية المسجد. ظهر ممكن نقول آمين، متى نقول آمين ومتى لا نقول بعد الفاتحة مع الصلاة؟ نقول آمين إذا قرأنا الفاتحة في الصلاة، من السنة أن الإنسان يقول آمين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنه يسن له في الصلاة أن يقول آمين، وأما خارج الصلاة فلا يسن إلا عند القراء، القراء يرون أنه يعني كلما قرأ الإنسان الفاتحة قال آمين، والذي عليه أهل الفقه أن آمين مرتبطة بالصلاة، أنه إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الصلاة فإنه يقول آمين والله أعلم. إيه فهمت. يقول كافر هندوسي أو سيكي بدأ أعمامها أخف سيكي تقصد سيكي إيه، يقول سيكي يأتي عنده معاملة مندوب هو عن شركة أو شيء وكذا، يقول بعض الأخوة يعملوا معاملة سيئة من باب أنها السيك يقتلون المسلمين في الهند وكذا، إذا ثبت أن هذا الرجل هو الذي يقتل المسلمين نعم لك أن تعامل معاملة سيئة، أما إذا ما ثبت فلا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا الرجل دخل البلاد بعقد أمان فهو دخل بأمان فلا يجوز إيذاؤه أبدا، لكن أعطي حقه فقط، ما تبي تكرمه كيفك بس إن ما تظلمه ولا تهينه ولا تذله ولا كذا، لأنه دخل البلد بأمان، فالأصل أن يأخذ الأمان الذي له والله أعلم. يقول أيهما أولى بالنفقة، الوالدان إن كان فقيرين أم الزوجة؟ الأصل أن الزوجة النفقة واجبة عليها وإن لم تكن محتاجة وإن كانت غنية، أما الوالدان فلا تجب النفقة عليهم إلا إذا كان فقيرين، إذا كان الوالدان غنيين فإنه لا تجب النفقة عليهما، الزوجة تجب النفقة عليها على كل حال غنية كانت أو فقيرة، فإذا استوى أن الوالدين فقيران والزوجة فقيرة أو يعني موجودة مو إلا فقيرة الزوجة، فإنه يقسم هذه النفقة بينها وبينهما بينهما بينه، ولكن يقدم حق الوالدين على حق الزوجة، حق الوالدين مقدم على حق الزوجة، لكن بالنفقة فكما قلنا الزوجة نفقتها واجبة مطلقا، أما الوالدان فالنفقة عليهما واجبة في حال الفقر فقط وليس دائما. يقول هل تحديد اللحية مباح؟ الأصل لا يجوز حلق اللحية، حلق اللحية محرم وهذا بإجماع أهل العلم، وأما الأخذ من اللحية فالذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز أخذ ما زاد ما قل عن القبضة، يعني يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، والقبضة هذه القبضة هكذا ويأخذ ما زاد عنها هذا جائز، وهو قول أبي حنيفة وأحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وذهب مالك إلى أنه يأخذ ما فحش، وذهب البخاري الشافعي إلى أنه يأخذ ما نده يعني الشعرات الزائدة المتطايرة،
لكن على كل حال الأصل أخذ ترك اللحية، هذا هو الأصل، ترك اللحية وأخذ ما زاد على القبضة إذا أراد. هذا ليس باللباس، يقول بس خلصت. يقول إذا كان الفروة أو البشت الشتوي في حال البرد مثلا لبسه الإنسان وكان مسبلا لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس اللباس اليومي الذي يلبسه الإنسان. نعم نعم، الله أعلم. هذه المسألة يعني هناك من أهل العلم من قال إن المؤمن ينام في قبره كنومة العروس، وبعضهم قال المقصود نومة العروس هي الراحة والطمأنينة التي يجدها في قبره، وإذاك يكون قبره روضة من رياض الجنة ويفتح له باب من أبواب الجنة ويقال هذا مكانك في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فهو ينعم في قبره، هو ما يسمى بنعيم القبر. وأما الكافر فإنه يعذب في قبره. بعضهم قال أنه العذاب يكون مؤقتا فترة معينة ثم بعد ذلك يتوقف كل شيء حتى يكون يوم القيامة، وكذلك النعيم يكون فترة معينة ثم يعني حتى يوم القيامة. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن المقصود بالنوم هنا هو الراحة، وليس النوم اللي هو النوم العميق هذا، والعلم عند الله جل وعلا، وإنما هذا ينعم وهذا يعذب، والله أعلم. أي نعم يجب إسبال النساء، ليس فقط يجوز وإنما يجب النساء. وذاك أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم تطيل ثوبها ذراعا، قال لا، قالت شبرا، قال نعم، يعني طال الثوب المرأة، نعم المرأة تطيل ثوبها حتى لا تخرج أثناء المشي وكذا. وذاك الله تبارك يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم، لأن هذه ممدوحة، يقول قول الله تبارك ومن يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، قال لأن الشفاعة الحسنة يكون له نصيب لأنها خير فيعطى من هذا النصيب، أما الكفل فهو الثقل فعليه وزر فيكون ثقيلا عليه. من هذا الباب والله أعلم. نعم، هل يجوز قراءة القرآن من غير التركيز على الكسرة والفتحة والضمة؟ من غير تكلمة لا ما يجوز، إلا إذا كان الإنسان جاهلا لا يحسن قراءة القرآن. الأصل الإنسان يتعلم قراءة القرآن، لابد أن خاصة إذا كان عربيا يحسن قراءة، يحسن العربية، لابد أن يتعلم القراءة الصحيحة، ما يصير الضم يحطها، لأن أحيانا المعنى يتغير، بل أحيانا المعنى يتحول إلى كفر بالله تبارك وتعالى. ولكن لما مر بنا قول الله تبارك أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها بعضهم فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال سبحان الله، جعلت الله بريئا من رسوله، قبحك الله. يعني أحيانا فتحة والضمة تغير المعنى تماما، يصير الكفر. كما يقول الإنسان من صراط الذين أنعمت عليهم، تصوروا لو قرأ صراط الذين أنعمت عليهم صار هو المنعم وليس الله جل وعلا، هذا لا يجوز، بل يجب على المسلم أن يتعلم كيف يقرأ القرآن حتى لا يقرأ خطأ، لا يجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا، يعني يغير معاني الآيات، حتى لو لم يغير المعاني لا يجوز إنسان يقرأ القرآن قراءة خطأ، إلا إذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن وهو عليه شق يتتعتع فيه فله أجران. هذا الذي لا يحسن وقاعد يتعلم، يتعلم حتى يعني يتقن، هذا لا بأس به، هذا يتعلم. أما الإنسان يستمر على ما هو عليه وما يهتم في قضية حسن القراءة، ما نتكلم الحين عن التجويد، نتكلم عن القراءة الصحيحة. أما التجويد أيضا لا ينبغي الإنسان يقرأ بدون تجويد صحيح في قضية الغنة والمد والحرف المشدد والحروف المرققة والحروف الاستفال وغيرها، هذه لابد الإنسان أيضا يتعلمها. وذاك الله تبارك يقول ورتل القرآن ترتيلا، ما قال واقرأ فقط، لا رتل، اقرأ القرآن قراءة صحيحة كما أنزل، فلا ينبغي التساهل في هذه الأمور حقيقة، بل علينا أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة والله المستعان. هل أجر قراءة القرآن
من الهاتف بنفس أجر المصحف؟ نعم لا فرق إن شاء الله تعالى، المهم أنك قرأت القرآن، سواء من الهاتف من المصحف من حفظك. الصحابة رضي الله عنهم في زمن لم تكن هناك مصاحف، ما في مصاحف في عهد الصحابة، وإنما يحفظون، حتى في عهد التابعين، حتى في عهد أتباع التابعين ترى ما في مصاحف، مصاحف بالأخير طبيعت ترى، وكان كل واحد يطبع حق يكتب حق نفسه المصحف ويقرأ منه. عثمان بن في عهد عثمان يعني ذهب عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وعهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان رضي الله عنه فترة طويلة من زمنه. في زمن عثمان كتبت 6 مصاحف فقط، وقيل 5 فقط، وزعت على البلاد، 1 في مكة، 1 في المدينة، 1 في البصرة، 1 في الكوفة، 1 في الشام، وقيل 1 في مصر فقط، على أساس أن الناس إذا اختلفوا يرجعون إلى هذا القرآن. لكن ما كانت مصحف، كل واحد يكتب حق نفسه المصحف فقط، فما كان الناس عندهم مصاحف يشيلونها يقرون فيها مثل الحين. لا، الأصل قراءة القرآن من حفظك، من المصحف، من الهاتف، ما يضر أي شيء، المهم تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. لا، الذي قصدك صواب فعل الزبير عبد الله بن الزبير ولا فعل الذين حاصروه؟ أدري قصدك، أدري أدري، تقول هل هو صواب فعله أو فعلهم؟ اي نعم نعم، هو ما عليه شيء، هو الحق، هو ماشي. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقعت له حادثتان، ويسأل عن الإلحاد في بيت الله تبارك وتعالى، وأن عبد الله بن الزبير لما حوصر، حوصر مرتين عبد الله بن الزبير، في عهد يزيد وفي عهد عبد الملك، أو مو في عهد عبد الملك، في عهد عبد الله بن الزبير. في عهد يزيد بن معاوية لما رفض عبد الله بن الزبير البيعة، رفض أن يبايع لي يزيد بن معاوية، حوصر عبد الله بن الزبير في مكة ورمي في المنجنيق، وهذا بقيادة اللي هو مسلم بن عقبة، وإذاك يسميه بعض أهل العلم مسرف بن عقبة، وهذا كان خطأ من يزيد عظيم. ومات يزيد وهم يحاصرون مكة، ثم بعد ذلك انسحب الجيش، هذا الحصار الأول. الحصار اصبر شوي، الحصار الثاني بعد موت يزيد، بعد موت يزيد وظلت الأمور بلا خلافة، أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على المسلمين، واستمرت خلافته، وصار ينادى بأمير المؤمنين لمدة 9 سنوات، من سنة 64 إلى سنة 73. في سنة 73 حصل قتال بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان وجيشه بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي، وحوصر عبد الله بن الزبير حتى قتل. فلا يقال أن عبد الله بن الزبير ألحد في الحرم، ولكن هذا جعلوه يعني مخرجا لهم لما أرادوا قتل عبد الله بن الزبير، لكن لا يقال أن عبد الله بن الزبير ألحد في الحرم أبدا. أي نعم، هذا الكلام باطل. الإلحاد في الحرم أن الإنسان يعصي الله تبارك، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب شديد، أي إنسان ينوي فعل المعصية كبرت صغرت في الحرم فإنه يحاسب عليها بالنية، وإذاك هذا يقول لشرف المكان، وذاك أهل العلم يفرقون بين شرف الزمان وشرف المكان وشرف الإنسان وغير ذلك، خلافه خلاف هذه الأشياء. نعم، يقول قراءة القرآن هذا أي قراءة سريعة هل تجوز أو لا تجوز؟ الأصل أن الإنسان يرتل القرآن ترتيلا، لكن إذا احتاج إلى هذه كما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم يا رسول الله هذا، يعني قراءة سريعة، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فأذن لهم بالهذ وهو القراءة السريعة إذا كان لأم الكتاب في الصلاة، أما خارج الصلاة فالإنسان الأصل أن يقرأه بتأودة، إلا إذا كان يراجع حفظه مثلا يستعجل فلا بأس إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.